السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نهضروا على إسلام سليماني. إسلام سليماني اللي كان شنا في المباراة تاع اليوم، اللي كان روبلاسون ويسجل الهدف في الوقت الميت في الدقيقة 93. يعني إسلام سليماني وين دائما يكون له الفضل في فوز موناكو. شنا كيفاش موناكو كان منهزم، وين شنا إسلام سليماني بعد دخوله وين أنعش خط الهجوم وسجل هدف. يعني إسلام سليماني قناص حقيقي ولعاب ناجح حقيقي. كيتكلم عليه مورينيو، كيتكلم عليه أتليتيكو، كيتكلم عليه تسموها تاعنا الفريق الثالث في الإنجليز مانشستر يونايتد. ما غلطوش هذا اللعاب، هذا ما غلطوش في حقه. لعاب لي راه ناجح، لعاب لي نجح. هذا كاين اللعاب الوحيد من الاستقلال لحد اليوم، قلعوا لي ماتش راه من الاستقلال لحد اليوم، اللعاب الوحيد اللي ينجح هو إسلام سليماني. راح للطوب، راح غير للطوب، لعب غير في الطوب. انا شفت ماجر راح لاستيك باري هذيك، ومن بعد راح للتور، ومن التور راح البال، راح البورتو، حتى الناس تبليسات كاع باش ولا هو يلعب. بصح إسلام سليماني تحيه كاع، إسلام سليماني تحيه، والله لا تحيه. لعاب كبير، نورمالمون ديروا عليه كتاب، نورمالمون ديروا عليه كتاب. عيطوا له جهاد الحياة يا ولد عبي. هذا اخر طلع من البوان زيرو، من نقطة الصفر، نقطة الصفر وجا طالع ونجح. يعني ما هو العمل كي تكون شوف، كي تكون خدام وتكون سيريو رايح توصل لبعيد. شوف الانسان اللي يخدم، لعب غير في الطوب، لعب غير في الطوب. مركا قال لي مير غارديان، مركا لي مير غارديان، لي دي زيكيب كبار مركا لهم إسلام سليماني. راك تشوف اليوم في الدقيقة 93 قرقب وفوت، بوط وفوت، دخل منا لعب، خلط كلش لا ديفونس كامل، حرك لها والديها ومركا. هذا هو اللاعبين، ربي يحفظكم. صحيتو صفاتنا كإعلاميين تكلمنا على روروا والنتائج اللي سجلها. احنا كنا في مصر في القاهرة، كنا في القاهرة وشفنا شخصية روروا اتجاه أعضاء الكاف واتجاه أعضاء الاتحاد العربي. يا أخي شخصية بارزة، شخصية كبيرة، يعني ما لازمش نخبو هذا الشيء. يعني وجوده كشخصية محترمة، أقول محترمة.